أهلا فيكم مشاهدينا من جديد. يعتبر دبي ديرما حدثا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر هذه الدورة فرصة مثالية لجميع المشاركين لتعزيز وتجديد معارفهم في علوم الأمراض الجلدية والتكنولوجيا من خلال مجموعة متنوعة من حلقات العمل والدورات والمحاضرات. فعاليات مؤتمر دبي ديرما 2015 في التقرير التالي. دبي ديرما يعتبر من أهم المؤتمرات والمعارض المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، ويعتبر رقم واحد في شرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. بدأنا احنا معرض ومؤتمر دبي ديرما قبل 15 سنة بمشاركة حوالي 25 شركة و200 طبيب. اليوم وصلنا عدد الحضور أكثر من 10,000 وتقريبا حوالي 400 شركة من 60 دولة. فاهتمام السنة طبعا أكثر شيء على التكنولوجيا وعلى الليزر وعلى على الأدوية الطبيعية وهربال والأشياء هذا. لما نجي نتكلم عن الأوراق العلمية اللي طرحت أو اللي قاعدة تطرح حاليا في ديرما 2015، كلها أوراق علمية جديدة بعلم الجلد بصفة عامة وعلم التجميل بصفة خاصة. لما نجي نتكلم بعلم الجلد، هناك فيه من نوع من العلاجات الكثيرة اللي موجودة بالنسبة للصدفية، بالنسبة للبهاق، العلاجات البيولوجية وحتى العلاجات الضوئية. بدأ نركز في تركيز معين يختلف عن الوقت السابق. أما بالنسبة للتجميل، طبعا هناك نوع كثيرة وكبيرة، صار سوق التجميل سوق كبير، وسوق التجميل من كثر ما هو جذاب للأسف الشديد حتى الغير متخصصين وغير المختصين بدوا يدخلوا في هذا المجال بطريقة عشوائية. نحاول ننظم هذه الأمور، نحاول نشوف شو هو الأشياء اللي هي أكثر أمانا بالنسبة للإنسان. اللي شفته مختلف اليوم بدبي ديرما 2015، في أشياء جديدة اللي هي ريجيفينيشن للبشرة، اللي هو الخيطان، اللي هن العالم هون بتفكر انه الخيط هو بيشد البشرة، هي الخيط بيعطي كولاجين للبشرة. هيدا اكتر شيء هلا عم بيعتمدوا الاوروبية. الشغلة التانية اللي لفتت لي كتير نظري هو اللي بنعمل بالعلاج الستريتش ماركس وعلاج كل شيء في اكنة بواسطة الاشعة الحمراء القوية. في مكانات كتير مهمة نازلة هلا، بس اكيد مكانات FDA approved وما فيها اي اضرار جانبية. نعرض أهم الاختراعات الموجودة هلأ بخلال الفيلرز والبوتولونيوم توكسينز، يعني مثل البوتوكس. وإحنا عم نعلم الدكاترة كيف يحقنوا بطريقة آمنة للمريضة بشكل أنه هي ما يصير عندها أي مضاعفات. مشاركتنا عشان نكون in contact يعني مع الدكاترة الدرما اللي هم متخصصين بالمشاكل البشرة. اللي بيميز البراند تبعنا انه هو من بذور العنب، كل البراند from A to Z، حتى التنظيف سواء كان تنظيف او علاج السواد الكلف او التجاعيد، كله من بذور العنب، من زيت بذور العنب، من غير كيميكال، من غير حتى مواد حافظة اللي هي البارابن. بنبعد كتير عن الكيميكال اللي هي بتحسن طبعا مظهر البشرة وهيك، بس بتعمل مشاكل شوية شوية، من لانه بنحاول نبعد عن الكيميكال اللي بتحسس البشرة وبتعمل مشاكل شوية ثانوية خلينا نقول. مشاهدينا، للحديث أكثر حول مؤتمر دبي ديرما 2015 أرحب بالدكتور حسن كلداري، أستاذ أمراض جلدية بكلية الطب في جامعة الإمارات ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعارض دبي ديرما. يا هلا بك دكتور حسن. هلا أختي فرح، شرفتنا في استديو سيدتي. دكتور حسن، في البداية ودنا نعرف كيف اختلفت فعاليات ديرما بالأعوام السابقة والدورة الحالية. يعني حين مؤتمر ديرما حين صار لحوالي 15 سنة، يعني هذا احنا نسميه 15th edition، يعني صار لحين 15 سنة من أول ما طلع. أذكر يعني أول ما بدينا ننظم احنا هالمؤتمر هذا، كان يعني ذكر دكتور إبراهيم هو اللي نظمه، يعني كان مؤتمر صغير.
فكان في فندق معين، وحتى اتذكر كان في الكرام بلازا، وشوي شوي 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 بدا يكبر. فكبر بسببين. السبب الاول ان مجال طب التجميل والجلديه في نفس الوقت بعد بدا يكبرون، وفي نفس الشيء بعد ان عندك دبي كمدينه بدات تستقطب اصلا كثير من الناس اللي يعني اولا ودهم يعني يشوفون هالتكنولوجيا هذه الحديثه، وفي نفس الوقت هي كمدينه يعني ناس يبون يزورونها. جميل. فيعني كبر المؤتمر مع كبر المجال نفسه، وفي نفس الوقت كبر المدينه. جميل. طيب ايش اختلف عن الاعوام السابقه؟ هل دخلت تكنولوجيا جديده؟ اللي اختلف الدورات اللي احنا دائما كنا نسويها. قبل كان عندنا دورات معينه، فالدوره اللي تكون ما قبل المؤتمر تكون على هامش المؤتمر. هالدورات تكون تدريبيه حق المتدربين. فهذا احنا كل سنه صرنا نسويها. ممتاز. لكن ورش العمل اختلفت. فعملنا قبل كنا نسوي بس ورش عمل في المؤتمر نفسها، لكن شو اللي صار؟ صرنا خصصنا يوم كامل سوينا فيه مثل كورس، دورة متكاملة عن التجميل. ليش؟ عشان الحضور اللي يحضرونه يعرفون بالضبط شو اللي ياسين يحقنونه، وأن يكون آمن في نفس الوقت. فيعني نوعا ما نبين للناس اللي موجودين في الحضور أن اللي احنا ياسين نستخدمه واللي ياسين نسويه يعني يكون امن، ويكون يعني سيف حق. ممتاز. طب دكتور حسن، كيف يتم اختيار المشاركين في المؤتمر خصوصا من حول العالم؟ في عندك طريقتين. الطريقه الاولى طبعا المشاركين يكون مفتوح، فالمجال يكون مفتوح للناس اللي يبون يشاركون. فكثير من الناس اصلا يقدمون على الويب سايت اللي هو dubaiderma.com، يقدمون عندهم الابستراكت مالهم. فمن ذاك الوقت احنا اللجنه العلميه تشوف الابستراكت وتقرر بعدين شو من الابستراكتس اللي بتتخصصها حق المؤتمر. جميل. الطريقه الثانيه اللجنه العلميه بعدين تختار يعني ناس معينين ان تحاول تجذبهم وتجيبهم للمؤتمر نفسه. فهالمؤتمر هذا كان عندنا زوار من المكسيك، هاي اول مره يعني حد يجي من المكسيك، وكان عندنا حد من لاتفيا ومن ألمانيا. هذا جديده، هاي بعد جديده هذه. وحتى بقى كان عندنا من امريكا طبعا، ومن اوروبا بعد، وحتى من كوريا. فالظاهر المجال الكوري بدأ بعد يتفتح، وكثير من الناس بدأ يستقبلون المؤتمر من كوريا. جميل. خلينا نتكلم دكتور حسن عن آخر الاكتشافات اللي شاركت في المعرض في علاجات البشرة والجلد. فعندك من الناحية العلمية يعني من ناحية كالطب الجلدية عندك علاجات كثيرة، خصوصا في الصدفية، مجال الصدفية والارتكارية. وكانت في محاضرة يعني نالت إعجاب كثير من الحضور من الدكاترة عن علاج الارتكارية. قبل كنا احنا نستخدم الارتكارية عشان كيف نعالجه باستخدام الحبوب الانتي هيستامينز. فالحين صار في إبر تنحقن آمنة مفعولها يتم أكثر من شهر. فالمريض بدل ما ياخذ له كل يوم حبه، وفي نفس الوقت ترى الحبوب هاي تدروخه شويه يدوخ منها، فياخذ هالابره هذه، والابره هاي مفعولها يتم حوالي قريب شهر، ويرد بعدين مره ثانيه ياخذها. وهذا يعني من احدث المجالات، يعني احدث الابتكارات الموجوده كانت اللي تكلمنا عنها في المؤتمر. جميل. وهل اصبحت هذا الابر متوفره في العيادات في الامارات؟ وكان يعني هي FDA approved طبعا هناك في امريكا، لكن تو الحين في المؤتمر هاي اللي خلاص يعني الشركه نفسها بدت تسوقها حق. جميل. اتوقع راح يكون خبر جدا مفرح وجيد للمصابين بهالامراض. طيب دكتور حسن، انتم تقدمون كمان في المؤتمر ساعات علميه معتمده للطلاب والمشاركين، كلمنا عنها. من ناحيه المؤتمر نفسه اللي انتوا تشوفينه مقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول المؤتمر الاساسي اللي هو ثلاث ايام. هالمؤتمر هذا فيه 18 ساعه معتمده حق كل الحضور اللي موجودين. وبعدين عندك الدورات اللي تكون ما قبل المؤتمر، عندك الدورات التدريبيه، هاي كانت حوالي قريب ال 24 ساعه، هاي تكون حق المتدربين. والكورس اللي تكلمنا عنه كورس التجميل هاي بعد عنده 6 ساعات. وكل هالساعات المعتمده طبعا هذه ساعات مهمه عشان يعني الطبيب يجدد تسجيله ويجدد اللايسنس ماله عشان يعني يكمل يعني شغله. وهالساعات هذه معتمده من قبل جامعه الامارات. ممتاز، ممتاز جدا. طيب خلينا نتكلم عن، خلينا نقول مثلا الامراض الليزر والعلاج بالليزر والعلاجات الضوئيه، كثير الناس تستخدمها وتتداولها، عيادات المنتشره الان في كل مكان، ومعروف انها فيها سايد افكتس اللي هي اثار جانبيه. صح. كثيره. فهل تم مناقشتها في المؤتمر؟ انت اعتبري تكلمنا، دائما نتكلم عنها، دائما نحاول نرد ونكرر عشان ان الحضور يعني يتعلمون من هالشيء هذا. اي شيء اللي احنا نستخدمه طبعا له فوائد وله اضرار. فوائد طبعا الليزر نفسه ترى انواعه، في علاجات معينه يقدر يساعدك فيها من ناحيه ازاله الشعر، من ناحيه ازاله الوحمات الدمويه،
من ناحيه يعني يعطيك مثل الرونق ويخفف من التجاعيد، فاشياء كثيره. لكن طبعا الاستخدام لازم يكون صح، والمعايير لازم تكون صح وتكون اصلا لصبغتنا احنا. فهذا الزين في المؤتمر، لان المؤتمر هذا يعني مؤتمر صح انه عالمي، لكن بعد يعني يتكلم اكثر ويركز اكثر على البشره الحنطيه. فلان الليزر لما تستخدمينه حق البشره البيضاء هناك في امريكا وفي اوروبا غير عن لما تستخدمينه هنا، لانه يسبب حروق اذا استخدمتيه. فعشان كذي في هالمؤتمر هذا تكلمنا طبعا عن المعايير الموجوده اللي احنا نستخدمها هنا. ممتاز. ايش هو ابرز ما جاء في المؤتمر اللي ممكن احنا نفيد الناس فيه، معلومه كذا جت لفتت انتباهك حفظتها؟ والله تصدقين في معلومه يمكن هي تكون الناس يمكن ما تعجبهم المعلومه هذه. دائما كثير نتكلم عن البلازما، والبلازما انه كيف انه ياخذون يسحبون الدم ويحقنونه، يردون يحقنونه بعدين حق المريض، فيساعد اما على الرونق ويساعد اما حق تساقط الشعر والاشياء. لكن تبين الدراسه السعوديه يعني لكذا مريض انه شافت انه اصلا علاج البلازما للحين ما يساعد كثير من هالناحيه، اما في علاج تساقط الشعر وفي نفس الوقت علاج الرونق. هل معناته ان البلازما ما منه فائده؟ معناته لا، معناته انه تحتاج اصلا يعني دراسه اكبر من ما اللي سووها. لكن ليه حينه قبل ما المريض يعني يباشر يسوي هالعلاج هذا لازم شويه يعني يتاكد هل هالبلازما هذه بتصح له ولا لا. طبعا البلازما زي ما ذكرت لي دكتور قبل الهوى اللي هي الحقن، لو تشرحها اكثر. هي انه يسحبون الدم دم المريض وبعدين يعني يسوونه مثل سنترفيوج، يعني نوعا ما ما بقول لك يخلطونه، لكن يعني يفصلون الدم فياخذون يشلون عنه كريات الدم الحمراء وياخذون البلازما نفسها. فالبلازما هذه بعدين ترد تنحقن في اماكن معينه، اما في الشعر عشان يساعد من يعني نمو الشعر، اما في الوجه عشان يعني يعطيك مثل الرونق والنضاره. ممتاز. دكتور سؤال الاخير، كثير اسئله جتنا عن ستريتش مارك والسلولايت، هل يوجد لها علاجات حديثه الان؟ كثير من المرضى يسالوني هالشيء هذا. العلاجات الموجوده من ناحيه الليزر من ناحيه الكريمات تساعد انها تخفف من الستريتش ماركس لكن ما تزيلها. لما تصير لك الستريتش ماركس صعب انك خلاص انها تختفي. لكن طبعا اذا الستريتش ماركس بدا يظهر اول ما يبين تقدرين على ذاك الوقت تقدرين تعالجينه، لكن اذا خلاص يعني وصل مرحلة متقدمة صعب انك تخوزينه بالكامل. فتقدرين تخففينه عشان يبين طبيعي لكن ما بيختفي بالكامل. يعطيك ألف عافية على هالأخبار الجميلة. الله يعافيك. يعطيك ألف عافية دكتور حسن، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب في جامعة الإمارات ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر معرض دبي ديرما. يعطيك ألف عافية. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع. برعاية الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز، جائزة مجلة سيدتي للمرأة السعودية في حفل ضخم في الرياض 19 أبريل 2015. في سيدتي بعد الفاصل، المراحل المختلفة للزواج وكيفية تخطيها بنجاح.